نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. الحمد لله تمام. أتعرف بيكي؟ ممكن تقول منى. منى شغال برضو. منى كم سنة؟ 28. 28 سنة، مرتبطة؟ مرتبطة ومتجوزة. طيب جميل، متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا تقليدي. تقليدي. بقالك قد ايه متجوزة يا منى؟ 8 سنين ونص كده. عندك أولاد؟ معايا أولاد. ربنا يخليهم لك. طب اتفضلي، أنا تحت أمرك، اتفضلي. أنا موضوعي في عن الحلقة. التسامح والتصالح. متسامحة. جميل. موضوع ان انا جوزي خاني كتير وسامحته كتير. خيانات اللي هي بقى كامله كده ولا خيانات اللي هو كلم حد يهزر مع حد؟ هو من 3 سنين كده كانت اول خيانه ليه. معلش موضوع طويل، ممكن تسمعني؟ لا تحت امرك، اتفضلي، احنا عندنا بتاع 5 دقايق كده انا اسمع حضرتك براحتك. ماشي، اتفضلي يا فندم. هو من 3 سنين انا اكتشفت ان هو كان بيعرف واحده على الفيس وكان هيتجوزها ويرتبط بيها وكده. المهم وقتها فعلا طلبت الطلاق، فقال لي خلاص انا مش هسيبها وانتي عندي اهم، هو البيت والاولاد. فهم اتصالحنا، اكتشفت تاني ان هو خلني بس مع واحده تانية. ده الكلام ده كان هو اصلا عايش بره مصر، فهو بينزل بس في الصيف. فالاجازه اللي فاتت اكتشفت ان هو كان برضو بيعرف واحدة تانية مرتبط بيها وبيكلمها بس علاقته مفتوحة قوي يعني. برضو كل ده على الفيسبوك؟ كل ده على الفيسبوك. يعني مش ارتباطات بمعنى ارتباطات، يعني مش خيانة فعلية؟ لا، ما انا بعد كده عرفت ان هي كانت خيانة فعلية. واجر شقة عشان يكون معاها وبعدين بس. فانا حاليا يعني انا عرفت الباسورد بتاعه على الفيسبوك بتاعه. فما اقدرش اقول لك على كميه الحاجات اللي انا شفتها وعرفتها. سؤال بس، انت عرفتي الباسورد بتاعته ازاي؟ دي شيء صعب جدا يعني. عادي، شفته شفتيه وهو بيدخل الباسورد بتاعته فلقطيها. وبالتالي قاعده طبعا بتشوفي وبتتابعي اول باول ايه اللي بيحصل. فعرفت حاجات كتير جدا يعني. عرفت ان هو مش هي دي بس، يعني ستات كتير غيرها كده يعني نفس الحوار، ما عندهمش غير الموضوع ده يكلموا فيه. بس وفي علاقات فعلية بتحصل ما بينهم. طب هو حاليا مسافر؟ هو حاليا مسافر. انا كانت البنت اللي هو كان بيكلمها دي كان عايز يتجوزها. فطبعا خايف على نفسه ان المصاريف تبقى زيادة عليه وبيت تاني وحياة تانية فقال لا بقى انا هخلع منها. ولما انا كمان عرفت يعني انا عرفت الحوار فخلع منها. راح جه بعدها هي عملت اكونت تاني ودخلت كلمته منه وعرفته ان هي على اساس ان هي بنت تانية وحكى لها حكايته معاها. قالت له حرام، انت ظلمتها، انت لازم ترجع لها. فلا خلاص ماشي انا هرجع لها بس انا مش هقدر اتجوزها. فقالت له مفيش مشكله، انا كمان مش عايزه اتجوزك بس انا عايزه افضل عايشه معاك على نفس الوضع ده، ان احنا نحب بعض ونعيش الحياه بينا عادي يعني. فانا بعدها بقى انا عملت اكونت ودخلت كلمت منه على اساس ان انا عارفه الحوار اللي داير بينه وبينها وبين صاحبتها. فقلت له حاولت ان انا اكلمه كده، فقال لي بصي انا عشان اكلم واحده لازم اكلمها في الموضوع ده يعني لازم اعمل معاها علاقه. ده عايش بقى يعني؟ عايش وقعد بقى يحكي يعني. انا لما كلمته من اكونت تاني قعد بقى يحكي لي انا بعمل كذا وبروح فنادق وبجيب بنات وعايش حياتي، انا مخنوق من حياتي الزوجيه. مخنوق من حياته الزوجيه ليه اذا كان هو بيشوف مراته كل سنه مره؟ لا برضه هو حاسس بمسؤولية بيت ومصاريف وأولاد. طب ما كلنا عندنا مسؤولية بيت ومصاريف وأولاد. لا هو بيقول لي كل ده طز، أنا عايز أعيش حياتي. طب ما يعيش حياته مع مراته؟ لا هو عايز، هو حابب كل يوم مع ست. طيب هو بيقولها لك كده بصراحة وهو ده النظام وإن كان عاجبك؟ لا
هو بيتكلم كده اه، فهو عادي هو بيحكي مشاكل. انا لما بكلمه ده على اساس ان هو بيكلم، انت بتكلميه هو مش عارف هو بيكلم اه، لا انا بكلمه على اساس ان انا بكلمه واحده ثانيه يعني بتعرف عليه. فانا لما كلمته فقعد بقى اي لما قعد يحكي لي على البنت الثانيه دي، فانا قلت بقيت اعمل مقارنه، بقول له بعمل له مقارنه بينه وبين مراته. فقال لي لا انا هي عايزه، انا عايز واحده اعيش معاها واخد منها كل اللي انا عايزه من غير جواز. ايوه ما انت عماله تدافع عن مراته، فهو متخيل ان هو ممكن يعمل ايه. هو عايز واحده تدافع عن الرذيله مش تدافع عن الخير. اه لا هو مش حابب يعني، عارف اللي هو ايه. طيب بقول له طب واجهتيه بقى ذنبهم ايه؟ واجهتيه بالكلام؟ لا ما انت داخله له وعامله له فيها مصلح، فطبعا هو مش هيعجبه كلامك ده، ممكن يعمل لك بلوك على فكره. طب واجهتيه بقى؟ عمل لي بلوك على فكره. ان انا قلت له على فكره انا تابعها وانا عارفه اللي حصل بينك كذا كذا، وانت خدتها في شقه وعارفه اللي حصل بينكم كمان. تبع قصدك الست اللي هو يعرفها مش تبع مراته يعني؟ اه لا الست اللي هي عارفها. وقلت له انا عارفه ان كل ده وهي اللي مسلطاني عليك عشان اخرب بيتك. فرجع لي خلاص انا مش هكلمها، انا هبعد عنها وشكرا ان انت نصحتيني. انت حاولتي تحلي لكن بطريقه غريبه شويه. اه مش ده الحل. طب انا لانك انت دخلتي معاه بنت الناس في ملف وفي لعبه مش بتاعتك. فكرتيني بمكالمه تليفونيه زمان جات لي من واحده كانت برضو جوزها كده شك فيه، فراحت جابت رقم تليفون تاني وقعدت تكلمه في التليفون على انها واحده تانيه، ولدرجه ان جوزها حبها على انها واحده تانيه حب غير طبيعي، لدرجه ان هو طلب منها الطلاق، قال لها هطلقك عشان انا بحب واحده تانيه عايز اتجوزها اللي هي مراته. فمش عايزين نخش نلعب الالعاب دي، احنا لازم نواجه الامور بس انا بصراحة. ما كنت قصدي العب عليه يعني، انا كنت قصدي ان انا داخله اعرف هو ليه بيعمل معايا كده. بصي مبدئيا انا سامحته كتير، مبدئيا خلاص اخر مره وبيرجع نفس الحوار، على اساس هو متخيل ان هو بره وهو قاعد على الفيسبوك محدش هرشه محدش شايفه. هو انت عندك فيسبوك عادي؟ اه عندك اكاونت فيسبوك عادي. طيب ممكن تعملي كابتشر لكل الحاجات دي اللي هو بتشوفيها وتقومي بعتها له على الماسنجر وتقولي له حضرتك الحاجات دي وصلتني برجاء التعليق. اه وصلتني بقى من اي حد، جات لي على الماسنجر، جات لي على رد عليا بقى قولي ايه الكلام الفارغ ده، لان انت لما ترجع مصر هتبقى في مشكله كبيره جدا. بص يا بنت الناس، مش معنى ان انا سامح او ان انا صالح ان انا اتهاون في حقي. ربنا ما يرضاش ان انا اتهاون في حقي. ربنا لما اوصلنا ان احنا نسامح ونصالح مش معناها ان احنا نتخان ونتضرب على قفانا ونتبهدل ونتسرق ويتنصب علينا ونفضل. ربنا قال لنا نسامح، ما قالناش نبقى عبط. انما هتسيبيه وتقعدي انت تحاولي تصلحي له من ناحيه ثانيه بطريقه غير مباشره، يبقى انت ما عنديش الجرأه انك تواجهيه. لا واجهيه، ما فيهاش هزار، واجهيه. ولو انت عايز تلعب يا عم تعالى بيتك وزوجتك دي هتلاقيها كل الدنيا كل الناس كل الاشكال اللي انت عايزها، مش عيب يعني. انما لو عايز تستمر في طريقتك دي وفي لعبك ده يبقى ايه اساسا الموضوع ملوش لازمه من البدايه. انما تتهوني في حقك لا. انا مش مع خراب البيوت ولا عايز خراب بيوت، وعايز البيوت تفضل عمرانه والناس تفضل سعيده في حياتها والدنيا تبقى كويسه، ولكن بالاحترام ولكن بالاصول. ولو ما عرفتيش تاخدي معاه حق ولا باطل لازم تشتري لك كبير، تشوفي حد في عيلتك، ابوكي، عمك، خالك، اخوكي، والده، لازم تشوفي حل، لازم الموضوع يبقى صح. وإلا حياتك هتزداد سوء والدنيا هتبقى أسوأ وأسوأ.